سلام جميعا، كيف حالكم؟ معكم يارا حماد، ماجستير كيمياء من الجامعة الأردنية. زي ما بتعرف، اللي عنده أي سؤال فرابط أكاونت على انستغرام موجود بالدسكريبشن، فاللي بتقدروا تبعتوا لي مسج تاني لحتى توصلكم فيديوهات تكملة المادة أو مواد تانية بتخص الكيمياء. ما تنسوا تعملوا سبسكريبشن وتشغلوا الإشعارات. المرة الماضية بلشنا بتشابتر 9 وحكينا عن الأيونيك بوند، وحكينا هي بتتكون بتوين أيون كاتايون وأنايون أو ميتال ونان ميتال، وأخذنا اللي هو السيمبول لهاي الأيون أو كيف نمثلها هاي الأيونيك بوند بلويس سيمبول. طيب خلينا هلأ نكمل على الترانزيشن ميتالز. إحنا المرة الماضية ما أخذنا ولا أي مثال على الترانزيشن ميتالز. طيب لو أخذنا مثال FeCl2، تمام، معناه هون إذا بدي أكتب على شكل أيونز Fe2 plus plus 2Cl minus. هلا هون السي ال ماينس بكتب لها الكترونيك كونفيجريشن زي ما تعودنا، بس بالنسبه للاف اي خلينا نكتب الالكترونيك كونفيجريشن اولا للاف اي، بعدين بنكتبه للاف اي 2 بلس. انا راح اكتب باستخدام النوبل جاز نوتيشن، راح يكون عندي ارجون 18، تمام، والاف اي هي بيريود 4، معناها راح يجي عندي 4s2 هاي 20، هي 26 هون، بعدين عندي 3d 6. هلا لما تصير عندي ايون هون معناها خسرت 2 الكترونز، فدايما الترانزيشن ميتالز بيخسروا من الاس اول بعدين من الدي، فهون هي رح تخسر من الاس 2 الكترونز، فهاي كانها رح تروح، تمام. فرح يصير عندي هون نفس الالكترون كونفيجريشن AR 18، والفور اس 2 كاملة راحت. ليش؟ لان هون عندي 2 بلس، معناها هو خسر الكترونين فبيخسرهم من الاس، فبضل عندي 3d 6. طيب ناخذ مثال تاني CuO. هلا ال O او خلينا نكتب على شكل ايون Cu2 plus زائد O2 minus. ال O ما عندنا مشكلة، بنكتبها زي ما احنا متعودين. طيب باجي على Cu، هي Cu اصلا 29، تمام، خلينا نكتب لل Cu وال Cu2 plus. ال Cu هي argon 18، بعدين رح يكون عندي 4s2 3D9، حكينا بكون عندي D9 بتروح بتاخد من الأس، فبتصير عندي D10S1. طيب هلا هون هي صارت 2 بلس، معناها خسرت إلكترونين. من وين رح تخسرهم؟ بالأول بتخسر من الأس، هون الأس ما عندها إلا 1 إلكترون، فرح تصير عندي خلينا بس نكتبه AR. هلا الفور اس راح منها الكترون فكاملة، هي ما عندها لون الكترون فكاملة راحت من عندي. طيب والالكترون الثاني راح تخسره من الدي، فراح يصير عندي 3d9، تمام. طيب ناخذ مثال CuCl، هون راح تكون شحنة الكبر بلس 1، فراح يكون عندي كبر بلس 1. اذا بدي اكتب لي الالكترون كونفيجريشن راح يكون عندي AR. هلا هي خسرت 1 الكترون، خسرته من الاس، فراحت عندي الاس كامل وضل عندي 3d10، تمام. فدائما الترانزيشن ميتالز بتخسر من الاس بعدين بتروح بتخسر من الدي. طيب هلا خلينا نحكي عن الايونيك رادياي. ايونيك رادياي اللي هو الرادياس للايونز. بشابتر 8 حكينا عن الايونيك رادياس، كان عندي نيوترال اتومز، كنت احكي عن الاتومز. هلا الايونيك رادياي هو الرادياس للاتومز بس لما تكون على شكل ايونز، او الرادياس للاتومز لما تكون داخل ايونيك كومباوند. هلا هم كيف بقيسوا الايونيك رادياس او الايونيك رادياي؟ بكون في عندي مثلا ان اي سي ال، حكينا بتكون موجوده على شكل لاتس، على شكل لايرز، تمام. فكل لاير فيها ان اي، خلينا نحكي هون بلس، نمثل الـ NA بالبلس، والسي ال خلينا نمثلها بالماينس، أو خلينا نكتبها NA وهون عندي سي ال، بعدين NA، بعدين سي ال، وإلى آخره. فشو بيعملوا؟ كيف بيقيسوها؟ بياخذوا الديستانس بتوين تو أيونز، طبعا لازم يكونوا سيم أيونز، بعدين بيقسموها على 2، بيحسبوا الأيونيك رادياي. وشو الترند لهذا الايونيك رادياي؟ دائما بدنا نحطها ببالنا، دائما الكاتايونز
أصغر بكتير من الأنيون، تمام؟ خلينا نحط هون الأنيون. دائما الأنيون رح تكون أكبر إشي والكاتيون أصغر إشي، بالوسط بيجي عندي النيوترال أتومز. هاي خليها ببالكم، دائما أصغر إشي عندي الكاتيونز، بعد هيك بيجي عندي نيوترال، وأكبر إشي دائما الأنيونز. ليش الكاتيونز؟ خلينا نيجي على الصوديوم. حكينا الصوديوم عندها بغلافها الخارجي، خلينا نكتب هيك، عندها إلكترونات داخلية، تمام؟ بغض النظر قد ايه عددها، بغلافها الخارجي بالفالنس شيل عندها 1 إلكترون، تمام؟ فلما تخسره خلص هاد كاملة كاملا، هذا الشيل راح، فضل عندي ايش فعليا اللي جوا، تمام؟ ضل عندي هاد، خلينا نمسح، فهاد كاملا راح يروح من عندي، يختفي ولا كأنه كان موجود. فتلقائيا الأتوم حجمها صغر. ليش الانيونز حجمها بيزداد، او الانيونز السايز لإلها اكبر؟ لانه هاي انا عندي مثلا سي ال عندها الكترونز، تمام؟ بغض النظر قد ايه عددهم. هلا انا اذا بدي اجيب كمان الكترون احطه، راح يصير لي عندي زي ريبلشن. ليش؟ لانه عندي شحنه سالبه مع شحنه سالبه بيتنافروا، فشو بصير بحجم الذره؟ بزداد، عشان تقدر تستقبل او تقلل، خلينا نحكي، من هاد الريبلشن، من هاد التنافر بين الشحنات السالبه، او بنحكي هي راح تكتسب، واي اشي بيكتسب حجمه راح يزداد. زي كيس انا قاعده بحط فيه، كل ما بحط فيه بيكبر حجمه، والنيوترال اتومز راح يجوا بالوسط. فكمان مرة هاد الترند إذا كان معطيني أقارن بين كاتيونز وأنيونز ونيوترال أتومز. طيب لو بدي أقارن بين أنيونز أو كاتيونز لحالهم، تمام، لو بدي أقارن بس كاتيونز لحالهم، كون عندي هون كاتيونز، كل ما الذرة خسرت، تمام، كل ما صغر حجمها. يعني لو أخذنا Na بلس و Mg 2 بلس و Al 3 بلس، كل ما الذرة خسرت كل ما صغر حجمها، بالتالي الـ Al راح تكون أصغر وحدة، بعدين الـ Mg، وأكبر إشي راح يكون عندي الصوديوم. فكمان مرة لما أقارن كاتيونز مع بعض، كل ما الذرة خسرت، أو كل ما هون الشحنة عندي كبرت، خلينا نحكي، تمام، لما الشحنة تكبر معناها الذرة خسرت أكتر، فحجمها راح يقل. لما بدي أحكي عن الأنيونز لحال، لما يكون عندي سؤال أقارن أنيونز لحال، فناخد مثال N 3 minus O 2 minus و F minus. لما كل ما زادت عندي النيجاتيف تشارج، كل ما كبرت ايش ال radius، تمام. فكمان مرة بالأنيونز، كل ما زادت عندي الشحنة السالبة حجم الذرة بيزداد. ليش؟ لأنه هاي اكتسبت الثلاث إلكترونات، فالذرة بدها يعني حجمها يزداد لحتى يستوعب ثلاث إلكترونات، بينما هون كسب إلكترونين، فنوعا ما الذرة رح تكبر حالها، بس رح تكون أتليست أصغر من هاي. فكمان مرة كل ما زادت عندي النيجاتيف تشارج، كل ما كان الحجم أكبر. والنيوترال أتوم إحنا حكينا عنهم، الترند تبعهم حكينا عنه بشابتر 8. طيب بس خلينا هون نحكي ملاحظة عن هدول بسميهم ايزو الكترونيك. ايزو الكترونيك، خلينا نصغر الخط شوي. هاي بسميهم ايزو الكترونيك. شو يعني ايزو الكترونيك؟ ايزو من سيم، يعني إلهم نفس عدد الالكترونات، سيم الكترون او سيم نمبر of electrons. حتى هون تحت عندي الفلورين والاكسجين والنيتروجين، نفس الاشي برضو راح اسميهم ايزو الكترونيك. ليش؟ انه عندهم نفس عدد الالكترونات. لو طلعنا الصوديوم بالاصل هي 11، بعد ما خسرت واحد صارت 10، الام جي هي بالاصل 12، بعد ما خسرت 2 صارت 10، الاي ال هي بالاصل 13، بعد ما خسرت 1 صارت 10، فكلياتهم عندهم سيم نمبر اوف الكترونز، عشان هيك بسميهم ايزو الكترونيك. النيتروجين هي بالاصل كانت 7، بعد ما كسبت 3 صارت 10، الاكسجين 8، بعد ما كسبت 2 صارت 10، والفلور 9، بعد ما كسبت 1 صارت 10، فهدول برضه بسميهم ايزو الكترونيك. فالايزو الكترونيك هم اي اتومز لهم ذا سيم نمبر اوف الكترونز. هون بحكي لي arrange the following ions in order of decreasing ionic radius. طيب
هون عندي كاتيون، هون عندي انايون وكاتيون. فشو حكينا؟ دائما حكينا الكاتيونز هم اصغر اشي، فحيكون عندي اصغر واحد هو الام جي. طيب شو ضل عندي؟ هون رح يكون اصغر واحد. بعد هيك ضل عندي اف ماينس و او 2 ماينس. حكينا دائما كل ما زادت عندي النيجاتيف تشارج زاد حجم الذره، معناها الاكسجين رح تكون اكبر اشي والفلورين رح تكون بالوسط، فرح يكون عندي هون اف ماينس بعد هيك او 2 ماينس. تمام 2 ماينس اوكي، او خلينا نكتبه هون ام جي اف ماينس بعدين او 2 ماينس. طيب بنيجي على الاف ماينس ان اي بلس ان 3 ماينس، نفس الاشي دايما الكاتيونز هم اصغر اشي، فهيكون عندي ان اي بلس. بعد هيك عندي اف ماينس وان 3 ماينس، حكينا كل ما زادت النيجاتيف تشارج كل ما كبر الراديوس، معناه رح يجي عندي اف ماينس وبعد هيك عندي ان 3 ماينس. طيب هون عندي ان 3 ماينس ولا بي 3 ماينس؟ هون الشحنه، انا قاعده هون بقارن بين تو انايونز، الشحنه هون عندي ثابته، فشو بعمل؟ برجع للترند اللي اخذناه بتشابتر 8، حكينا كل ما اقرب من الفلورين بزيد بقل عندي الراديوس. كمان مره هون عندي الشحنات ثابته او نفس الرقم، معناه رح استخدم الترند اللي استخدمناه بتشابتر 8، وكل ما بقرب من الفلورين الراديوس بقل، معناها الN3 ماينس رح تكون اصغر من البي 3 ماينس، ليش؟ لانها اقرب للفلورين. تمام باشي، هون نفس الاشي ال I بلس ان اي بلس كي بلس، هون انا قاعد بقارن بتوين كاتايونز وكلياتهم لهم نفس الشحنه، فكمان رح ارجع للترند اللي استخدمته بتشابتر 8 اللي هو باتجاه الفلورين الاتوميك راديوس بقل. تمام، او بقول من تحت لفوق الراديوس بقل، معناها رح يكون عندي ال اي اصغر اشي بعدين ال ان اي بعدين ال كي، ليش؟ انها ال كي هي اسفل الجدول الدوري، فوقيها النايت الصوديوم، فوقيها الليثيوم. فكمان مرة لما اقارن بتوين كاتايونز واني انايونز دايما الكاتايونز اصغر اشي. طيب لما اقارن بتوين كاتايونز لحالهم، حكينا كل ما زادت الشحنه كل ما قل الراديوس، بس لما يعطيني اقارن بتوين كاتايونز لهم نفس الشحنه بستخدم الترند اللي استخدمناه بتشابتر 8. كذلك الانايونز، الانايونز دائما حجمهم اكبر من الكاتايونز، واذا اعطاني اقارن بين انايونز كل ما زادت الشحنه السالبه كل ما زاد الراديوس. طيب اذا زي هون اعطاني انايونز ولهم نفس الشحنه، بستخدم برضه الترند اللي اخذناه بتشابتر 8. طيب هيك احنا بنكون خلصنا الايونيك بوند، هلا خلينا نحكي عن الكوفالنت بوند. بالكوفالنت بوند باختصار بصير عندي شيرينج للالكترونز، بالكوفالنت حكينا بصير عندي كومبليت ترانسفير، الالكترونات بتنتقل كامله، اما بالكوفالنت لا الاتومز بتتشارك، زي مثلا عندي اتش سي ال. تمام، اذا بدي اجي امثلها بلويس، اتش هي جروب 1، السي ال هي جروب 7، ف 1 2 خلينا نكتبها 1 2 3 4 5 6 7. فهلا الهيدروجين ما بتقدر تخسر الكترونها، تمام، ولا السي ال بتقدر تعطي السبع الكترونات تاعونا، فشو بيعملوا؟ بروح بتشاركوا بالالكترونات اللي بالوسط، فبصير هدول الالكترونز، خلينا نكتبهم هيك، هم بنفس الوقت للهيدروجين، هدول التنين بنفس الوقت بعدهم للهيدروجين وبنفس الوقت بعدهم للسي ال، فهيك كل وحدة عندهم صارت، الكلورين صارت 8، بس الهيدروجين زي ما بنعرف بتصير ستيبل ب 2 الكترونز. تمام، الهيدروجين هي اكسبشن انها بتصير ستيبل ب 2 الكترونز بس. مثال تاني خلينا ناخد الاف 2. تمام، فالاف والاف جروب 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. فهون لا هاي الفلورين بتقدر تعطي الكتروناتها ولا هاي بتقدر تعطي الكتروناتها، فشو بيعمل؟ بروح بتشاركوا، فهدول الالكترونات اللي بالوسط بنفس الوقت بعدهم للفلورين هاي وبنفس الوقت بعدهم للفلورين هاي. اوكي، هلا في عندي نوع خاص من الكوفالنت بوند اللي بسميه كوردينيت، كوردينيت كوفالنت بوند، كوفالنت بوند.
هاي شو بصير فيها؟ احنا حكينا الكوفالنت بوند بصير عندي شيرينج للالكترون، التنتين بتشاركوا بالالكترونات. بالكوردينت كوفالنت بوند بكون عندي زي اتش بلس زائد ان اتش 3. طيب هون اتش بلس يعني مع هي خسرت الكترون، الهيدروجين ما عندها الا 1 الكترون، ولما صارت بلس معناها هي خسرته. فشو بتعمل النيتروجين؟ النيتروجين بيكون عندها 2 الكترونز، فهي بتشارك بال 2 الكترونز لحتى تعمل البوند. فهيك بتصير عندي اتش الكترونين بالوسط ان اتش 3. فكمان مره بالكوردينيت كوفالنت بوند واحدة من الاتومز بتشارك بالتو الكترونز لحتى تعمل البوند، بينما الكوفالنت بوند العادية كل اتوم بتشارك ب 1 الكترون. ها هي الكوردينت كوفالنت بوند عندكم عليها بس 1 اكزامبل. طيب هل ممكن الذرة تشارك بس ب 1 الكترون؟ خلينا ناخذ مثال O2. O هي جروب 6، هي اول واحدة والثانية 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 وخلينا نحطهم هون 5 6. طيب حكينا هاي بدها 2 الكترونز وهاي بدها 2 الكترونز لحتى توصل 8. لو اجوا عملوا شيرنج باول وحده هيك كل وحده صار عندها 7، هاي 1 2 3 4 5 6 7 تمام، وهاي نفس الاشي 1 2 3 4 5 6 مفروض 7 تمام. انا ناسي ارسم هون تمام، لا صح مزبوط 7 اوكي. طيب السفن هو اللي من هون. كمان مرة 1 2 3 4 5 6 7، ما كنت ناسي احسب هاد اللي هون. طيب هاي صارت 7 وهاي صارت 7، لسه بدهم كمان 1 الكترون. فشو بيعمل؟ بروح بتشاركوا بهدول الالكترونين، فممكن انه كل ذرة تشارك باكتر من الكترونين، فبتصير عندي البوند هيك لل O2 هون 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 تمام. لا سوري بدون هدول، خلص هدول راحوا، عملوا عندي هون 1 2 3 4 1 2 3 4. ليه؟ كمان مرة هدول الالكترونات، هدول التو الكترونز راحوا عملوا لي بوند. طيب ناخذ مثال N2. هلا ال N هي جروب 5 معناها عندها 5 فالنس الكترونز 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. طيب هلا لو اجوا عملوا شيرنج ب 1 الكترون، هاي صار عندها 6 وهاي صار عندها 6. حكينا هدول الالكترونات اللي بالوسط بحسبهم بنفس الوقت للذرتين، لسه بدهم كمان لو عملوا شيرنج بكمان واحد صار عندهم 7 وهون 7. فايش بدهم كمان 1 الكترون، فايش بيعملوا؟ بتشاركوا بثلاث الكترونات، بصير عند الرابطة N تريبل بوند ان. هاي لما يكون عندي رابطتين بسميها دبل وهاي بسميها تريبل. لما يشاركوا بثلاث الكترونات بسميها تريبل، او لما اشوف ثلاث روابط بسميها تريبل. ما يكون عندي دبل بوند او يتشاركوا بالكترونين بسميها، او كل ذره تساهم بالكترونين بسميها دبل. اوكي هلا نيجي نحكي عن اوكتيت رول. احنا اوريدي حكينا عنها تمام، الاوكتيت رول حكينا كل ذرة بتحب انه يصير عندها بالفالنس شيل بمدارها الاخير 8 الكترونات تمام، 8 electrons in the valence shell. اوريدي احنا حكيناها من ضمن الشرح، هيك بتكون هي مور ستيبل. مشان هيك هم اصلا بيعملوا شيرينج، او واحدة بتخسر واحدة بتكسب، مشان يصير عندها 8 electrons بالفالنس شيل. هلا مش كل ذا يعني، في عندي هون اكسبشن للاوكتيت رول اللي هم الهيدروجين تمام والبيريليوم والبورون، وهون رح يكون عندي السلفر والفوسفورس. هدول بيكونوا ستيبل ب less than 8 الكترونز. الهيدروجين ب 2 الكترونز بتصير ستيبل، البيريليوم ب 4 الكترونز، والبورون ب 6 الكترونز تمام. هدول الثلاث ذرات ما بيحتاجوا 8 الكترونز لحتى يصيروا ستيبل تمام. ماجي هون على السلفر، هدول ممكن انهم يكونوا ستيبل حتى مع اكتر من 8 الكترونات، فهدول ممكن يكون عندهم 10 الكترونز او 12، وهون نفس الاشي 10 الكترونز او 12 بيكونوا ستيبل عادي، يعني بيستقبلوا اكتر من 8. ممكن يكونوا ستيبل ب 8 او ب 10 او ب 12، ما عندهم اي مشكلة. فهدول الاتومز ستيبل with less than 8 الكترونز، هدول ستيبل with more than 8 الكترونز تمام.
زي مثلا خلينا نكتب أمثلة HCl، الهيدروجين هون ستيبل بتو إلكترونز، BeCl2، BF3، هدول هاي ستيبل بـ6 إلكترونز، BF3 هاي ستيبل بـ6، هاي ستيبل بـ4، هاي ستيبل بـ2. بما إن كتبنا هون HCl، خلينا نحكي عن البولر كوفالنت بوند، تمام؟ هدول ننساهم، خلينا نمسحهم. فمتى بسمي البوند بولر كوفالنت بوند؟ لما يكون عندي الكترونيجاتيف اتوم، تمام، بشرط انهم ما يكون عندي مثلا من نفس النوع، يعني يكون عندي تو اتومز بس من نوعين مختلفين، تمام. طيب فعندي الالكترونيجاتيفيتي كمان مرة، حطوا الفلورين ريفرنس بوينت باتجاه الفلورين من اليسار لليمين ومن تحت لفوق، الالكترونيجاتيفيتي بتزيد. فالH هي كتير بعيدة عن الفلورين، هي ببداية الجدول الدوري، الكلورين بالضبط تحت الفلورين، معناها هاي الكترونيجاتيف اتوم، بالتالي راح تسحب الالكترونات. يعني انا عندي الرابطة هيك، او خلينا نكتبها على شكل الكترونز، الكترونات وسي ال، تمام. هدول الالكترونز اغلب وقتهم بقضوه جنب الكلورين، بضلهم لزقين بالكلورين، او الكلورين بتجذبهم اكبر من الهيدروجين، عشان هيك بسميها بولر كوفالنت بوند، زي كانه بصير عندي قطب سالب هون، بارشل نيجاتيف بنحطها وبارشل بوزيتيف، تمام. ليه؟ لانه الكلورين مور الكترونيجاتيف، فبالتالي بتجذب الالكترونات اكبر. فهلا اي كومباوند في الكترونيجاتيف اتوم راح يكون عندي بولر كوفالنت بوند، الا لما اذا كانوا من نفس النوع، زي مثلا اف 2، صح الاف هي الكترونيجاتيف، بس ما تنسوا انا عندي هم من نفس النوع، او خلينا نحطها على شكل الكترونز، هاي قدرتها على سحب الالكترونات نفس هاي، بالتالي الالكترونات راح تضلها بالوسط. كذلك الاو 2، الاو قريب من الفلورين، معناها هي الكترونيجاتيف اتوم، بس التنتين لهم نفس القدرة على جذب الإلكترونات، بالتالي الإلكترونات ما رح يتحركوا ولا على أي اتجاه. نيجي مثلا على H2O، الهيدروجين بعيد عن الفلورين والأكسجين قريبة، معناها هاي إلكترونيجاتيف أتوم ورح تجذب الإلكترونات باتجاهها، فهاي بسميها بولر كوفالنت بوند، البوند بالووتر بسميها بولر كوفالنت بوند. بس بدي أعيد كمان مرة، بحال إنه الصوت راح بسبب المسج، البوند داخل الووتر بسميها بولر كوفالنت بوند. طيب هلأ خلينا نكتب قانون عام للإلكترو نيجاتيفيتي، ونعطيها رمز كاي تساوي الأيونيزيشن إنرجي بلس الإلكترون أفينيتي تمام على 2. هذا هو القانون العام للإلكترو نيجاتيفيتي. كمان مرة حكينا ترند الالكترونيجاتيفيتي باتجاه الفلورين، كل ما قربنا من الفلورين الالكترونيجاتيفيتي بتزيد. هلا لو طلب مني تقريبا قيمة تقريبية للكاي، تمام، لمركب H2، على طول بقول هاي زيرو. ليش؟ لانه هدول لهم نفس الالكترونيجاتيفيتي، بالتالي خلينا نحكي البولاريتي راح تكون بتساوي زيرو. كذلك O2 راح تكون عندي البولاريتي بتساوي زيرو، ليش؟ انهم لهم نفس الالكترونيجاتيفيتي، فبالتالي راح تكون عندي البولاريتي بتساوي زيرو، عشان هيك ما بسميهم بولر كوفالنت بوند.